السلام عليكم، أهلا بكم أصدقاء القناة. إن شاء الله في هذا الفيديو سنشاهد كيف يمكن وضع رابط في ستوري الفيسبوك بطريقة سهلة وبسيطة. لكن إذا كانت هذه أول زيارة لك على القناة، أتمنى التكرم بالاشتراك في القناة ليصلك كل جديد نقوم بتنزيله عبر هذه القناة، ونتابع الفيديو. على سبيل المثال أريد وضع رابط من تطبيق اليوتيوب لمقطع فيديو معين على ستوري الفيسبوك، أقوم بنسخ الرابط بهذه الطريقة. أريد نسخ رابط هذا الفيديو، أقوم بالضغط على الثلاث نقاط وبعد ذلك كلمة مشاركة، وبعد ذلك أقوم بنسخ هذا الرابط، بعد ذلك أذهب إلى الفيسبوك وأقوم بنشر هذا الرابط بهذه الطريقة، أقوم بلصق الرابط. وبعد ذلك أقوم بحذف عنوان الرابط. كما تشاهد، وبعد ذلك أقوم بتغيير إعدادات هذا المنشور إلى أنا فقط، ثم أقوم بنشر هذا المنشور. وبعد أن يتم تحميل هذا المنشور نذهب إلى مشاركة، وبعد ذلك نقوم بمشاركة في قصتك. كما تشاهد تظهر لنا هذه الشاشة الخاصة بستوري الفيسبوك. الآن بعد أن نقوم بنشر هذا الستوري، لو قمنا بالضغط على هذه الصورة سوف تظهر لنا كلمة عرض موقع الويب. لذلك نحن نقوم بالتنويه إلى الأصدقاء أن يقوموا بالضغط على الصورة والانتقال إلى موقع الويب. اضغط على الصورة وانتقل إلى موقع الويب. نغير على سبيل المثال اللون إلى اللون الأحمر، وبعد ذلك نقوم بالضغط على كلمة تم، وبعد ذلك نقوم بالضغط على كلمة مشاركة في القصة. الآن نذهب إلى ستوري الفيسبوك ونشاهد، لو قمنا بالضغط على الستوري سوف تظهر لنا هذه الكلمات عرض موقع الويب. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. الرجاء لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.